طبعا كنا نمني النفس بالحصول على مقعد في البرلمان ليمثل هذه الطبقة المعدومة والمحرومة من المجتمع، طبقة المعاقين اللي هم أعدادهم أكثر من 4 ملايين معاق في عموم العراق. للأسف حاولنا الحصول على كوتا، وقفنا وقفات احتجاجية أمام مجلس النواب وأمام مجلس الوزراء، هذا ما قبل أكثر من سنة، لكن للأسف لم نحصل على هذه الكوتا. رشحنا ترشيح انفرادي، أنا شخصيا رشحت عن طبقة المعاقين. أنا معاناتي مثل معاناة إخواني المعوقين، مثل ما عانوا المكانات ما قدرنا نطبلها، إحنا على كرسي مال معاق. زين احنا من نجي نريد طريق، اريد واحد يساعدنا حتى نوصل. انا بالنسبه لي كاظم هادي هارون وصلت للمنطقه اريد انتخب وطبيت المدرسه، طوبوني دفع وصلت يقولوا لي انت بالطابق الثاني. زين بالطابق الثاني وانا وياي معوق همتين تريد تصعد هم للطابق الثاني، ليش؟ ما حسبتوا حسابنا؟ ما قلتوا هاي الناس وين تروح؟ توسمنا خير بقانون الانتخابات عد ما تغير وصارت دوائر، فقلنا صارت فرصتنا مواتيه ان احنا شريحه دولي عاقه نحصل على مقعد واحد حالنا حال الكوتا النسائية وكوتا الأقليات.